بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلا. ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. آه انفع ارسل طف يا ولدي، أجرى نثار الدمع للأبد. اسمع رملة شو تحكي. آه انفع ارسل طف يا ولدي، أجرى نثار الدمع للأبد. في الخلد أنت سكنت أم خلدي، ما غبت لما غبت يا قمر، ما غبت لما غبت يا قمر. بعد يا أيها العريس ذو الكفن، شاهدت فيك تجلي الحسن. يا أيها العريس ذو الكفن، شاهدت فيك تجلي الحسن. هذه شموعك أشعلت شجني، فهي المواضي البيض والسمر. شي يقول علي عسيبي، شي يقول علي عسيبي. الله أكبر، شلون أبيات. يا أيها العريس ذو الكفن، شاهدت فيك تجلي الحسن. هذه شموعك أشعلت شجني، فهي المواضي البيض والسمر. يا قاسمي ظهري بك انقسما، حلمي ولا لم تبلغ الحلما. لم أنس عمك عاد منهدما، لم أنس عمك عاد منهدما، ولخط رجلك في الثرى أثر، ولخط رجلك في الثرى أثر. بعد حناء رأسي منك فيض دمي، قد كنت لي أملي أيا ألمي. الرمح زفك في سبى الحرم، والجسم في الرمضاء منعفر. شبرا فشبرا كنت تكبر لي، عجبا تفارقني ولم تسلي. غادرتني لمحمد وعلي، وأنا أسرت يقودني شمر، وأنا أسرت يقودني شمر. يا ابني جاسم من رحت للمعركة وليها قصدت، عاينتك بلوعة ونحت، يا ريت ظلوان المتيت. بين الخيم قمت انتظر، لن دمعك تلاجن جمر، وهي ست بقلبي فطر، عرفتك طحت مني، عرفتك طحت مني المهر. ترضى لظل بهالوضع، اعلق شمع وهمي الدمع، ولو شفت زفين صدع قلبي واروح اطفي الشمع. يا قلبي واروح اطفي الشمع. يا ابني تمنيتي العمى، وتعصرني على القاع السما. جسم السيوف تخذمه، ولا اشوفك محنى بدمع، ولا أشوفك محنى بدمه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
خلوني ألخص كل ما مر بعد الانقطاع الذي حصل في ليلة البارحة باعتبار كانت ليلة العباس عليه السلام وتركنا المحاضرة فيها. أعترف لكم تأخرنا بالدخول إلى صلب الموضوع، وبعض الإخوة أرسلوا لي رسائل أنه صار تأخير وكلامهم صحيح، ولكن بعض أو كل الأمور، بعض الأمور اللي بيناها حقيقة مهمة يعني مرتبطة بالبحث من قريب مو من بعيد، مرتبطة بصلب البحث، ولا بد من هذه المقدمات لهذا البحث. اللي قلناه في الليالي الماضية هو الآتي: السنة بحثنا شراكة سيد شباب أهل الجنان للقرآن. تكلمنا عن شراكة أهل البيت للقرآن عموما والحسين عليه السلام خصوصا، وبينا بعض ما يرتبط بذلك. بعدين قلنا هاي العلاقة بين القرآن وأهل البيت إلها عناوين أخرى مو فقط هذا العنوان، وهاي العناوين الأخرى كلها موجودة في تراث المعصومين عليهم السلام، من قبيل أن آل البيت عليهم السلام تراجمت وحي الله. اثنين، أن أيضا تكلمنا في ذلك بمقدار ما. اثنين، أن آل البيت عليهم السلام حملت كتاب الله، وبينا في الحمل منه ما هو مادي ومنه ما هو معنوي، وبعدين قلنا الحمل يبين أهميته من خلال المحمول. يعني أكو مرة حمالة حطب وهذا الحمل يكون مذموم، وأكو مرة القرآن الكريم يتكلم عن يحملون العرش، عن الذين يحملون العرش. إيش قد أكو فرق بين حمل حطب للوقوف في طريق الحق وبين يحملون العرش ويستغفرون الذين آمنوا كما في القرآن الكريم، صحيح ولا؟ هذا حمل وذاك حمل، ولكن شوف الفرق بينهما، بين حمل حطب وبين حمل عرش. يو حملت كتاب الله كما ورد في آل البيت عليهم السلام. هذا طبعا أخذنا إلى أبحاث جانبية كثيرة. من هذه الأبحاث النفس وقواها الأربعة الأساسية، ومعركة الخارج اللي تستعين بقوى الداخل لإبعاد الإنسان عن الله. وهذا هم بعدين أخذنا إلى أفضل الخلق في نهج البلاغة وأسوأ الخلق، ولم نكمل الكلام في هذا الأمر بنهج البلاغة، ما أعرف نحاول الليلة نكمله يولا. بقى شيء حملت كتاب الله خلي أقوله حتى أغلق باب حملت كتاب الله، ونجي إلى الحضور القرآني في كربلاء الحسين بشكل مباشر حتى ندخل إلى صلب البحث. لخصت كل شيء ولا لخصنا كل شيء؟ يظهر الإخوة تعبانين من البارحة ليلة العباس، أشعرك وتعب. مع ذلك الآن إن شاء الله أعيد نشاطكم إن شاء الله تعالى. بقى شيء واحد بحملة كتاب الله أقوله للأحبة حتى ندخل مباشرة إلى صلب الموضوع، وهو بس التفتولي. احنا توقفنا عند حملت، اما كتاب الله سولفنا بذلك وما سولفنا، سولفنا حملت، اما كتاب الفقرة حملت كتاب الله، شنو كتاب الله اللي هم حملته؟ كما ورد في زيارة الجامعة الكبيرة، لما رجعت الى شروح زيارة الجامعة الكبيرة لعلماء الشيعة وجدت الآتي. نتوكل على الله نكمل يا الاخوة تعبانين نشاطكم. مولانا شفت علماءنا يقولون، علماء التفسير وشراح زيارة الجامعة الكبيرة، شفتهم يقولون الآتي، باوعلي شفتهم يقولون الآتي، يقولون عنوان أو لفظ الكتاب في القرآن الكريم ورد بأمور متعددة مو بأمر واحد، وآل البيت حملت كل ما استعمل القرآن بلفظ الكتاب. يعني بتعبير آخر، الآن كثير من شبابنا أو أحبابنا لما يسمع آل البيت حملت كتاب الله، كتاب الله أول ما يتبادر إلى ذهنك شنو؟ أشوف كلكم جاوبتوا بنفس الجواب، حملت كتاب الله يعني حملت القرآن الكريم. شراح زيارة الجامعة وعلماء التفسير يقولون عنوان الكتاب القرآن استعمل في أمور مو في أمر واحد، وعلى هذا الأساس شراح زيارة الجامعة
قالوا آل البيت حملت كتاب الله بالمعنى القرآني اللي قلتوه، يعني القرآن الكريم يوب كل المعاني، كل المعاني هم حملت كتاب الله. انت ستقول لي شنو المعاني، بقية المعاني شنو؟ خلي أقول بخدمتكم، كتاب الله يستعمل بشنو؟ بالقرآن الكريم. واحد، كل ما نزل على الأنبياء من تعاليم شرائع وغير ذلك، كل ما كتب سماوية، كل ما نزل على الأنبياء، القرآن يعبر عنه الكتاب. بتقول لي وين هذا بالقرآن الكريم؟ القرآن لما يتكلم عن إرسال الأنبياء يقول وأنزل معهم الكتاب. من يقول أنزل معهم الكتاب يعني القرآن يو الكتب اللي نزلت عليهم، ها؟ هو موسى أنزل معه الكتاب القرآن يو التوراة، ترى عيسى أنزل معه الكتاب الإنجيل يو القرآن الإنجيل، إبراهيم أنزل معه الكتاب الصحف، صحف إبراهيم وموسى مو يو، لا داود أنزل معه الكتاب شنو؟ هو الزبور. أنزل معهم الكتاب. هسه التعاليم الشرائع الكتب هاي كلها القرآن شنو يسميها؟ كتاب. آل البيت حملت كتاب الله يعني ذن الكتب كلها شنو هم حامليها، مو بس القرآن. نعم أنا معك، سيد هاي الكتب القرآن نزل على سيد الأنبياء محمد. هذا ما نختلف عليه أنا وياك، ولكن القرآن الكريم يعبر عن التوراة كتاب، يعبر عن الإنجيل كتاب، يعبر عن الزبور كتاب، يعبر عن الصحف كتاب. أنزل معهم الكتاب، التعاليم كتاب. فمن حملت كتاب الله بعض شراح زيارة الجامعة الكبيرة من علمائنا، آراء طرحها العلماء مواني، قالوا يعني حملت كل الكتب التدوينية وما نزل على الأنبياء من معلومات وإرشادات وتوجيهات وغير ذلك. صارت المعلومة واضحة أو مو واضحة؟ الإمام، إحنا الآن في مدينة العلم، في مدينة النجف، مدينة أمير المؤمنين، مدينة الحوزة، مدينة الفقهاء العلماء، مدينة الحسينيين، مدينة المواكب، مدينة المجالس، مدينة الشعر، مدينة الأدب، الثقافة، الرجال، شو تريد تقول؟ قول نجف بعد، نجف زين. إمام هذه المدينة، سيد هذه المدينة شنو قال؟ لو شئت لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل وأهل الزبور. يعني هو حامل هاي الكتب يوم ما حاملها؟ لو ما حاملها شلون يقول أفتي أهل التوراة بتوراتهم؟ حكي عدل يو لا؟ لو ما حامل الإنجيل شلون يقول أفتي أهل الإنجيل بإنجيلهم؟ وهم يا إنجيل، الإنجيل المحرف يو الحقيقي مثل ما تعبرون جزاكم الله خير، تعبير جميل، الإنجيل الحقيقي والتوراة الحقيقي والزبور الحقيقي. دباوعني لا تعوفني. الإمام علي يقول عليه السلام، يقول له أريد أنا أفتي كل واحد، ولا بد الإمام علي هاي الكتب كلها حاملها، وإلا شلون يفتي بها؟ هسه تقول لي هذا الإمام علي والحسين هم كل أهل البيت بعد نور واحد، بس الحسين ورد في زيارته مع الأسف ما مشهورة هاي العبارة، ما مشهورة. إحنا من نروح نزور الحسين نقرأ السلام عليك يا وارث آدم نوح موسى عيسى، أكو في زيارة من زيارات الحسين وهي واردة عن معصوم أيضا، السلام عليك يا وارث التوراة والإنجيل. يا وارث التوراة، وارث التوراة والإنجيل يعني حاملهن يوم حاملهن، حاملهن. هاي بالنسبة للحسين. تعالوا وياي بالنسبة لعلي بن موسى الرضا، لما جلس مع علماء الأديان في مجلس المأمون قالهم أناقشكم بما في توراتكم وبما في إنجيلكم، وناقشهم بحيث كلهم أذعنوا أن علي بن موسى الرضا عالم بكتبهم أكثر منهم.
ولمن أراد الاطلاع على هاي المناظرات فليرجع إلى الكتاب المهم القيم عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق رحمة الله عليه، فهناك المناظرات مفصلة لمن أرادها مع علماء النصارى وغيرهم. والإمام الرضا شلون كان يستشهد من كتبهم؟ الكلام واضح يوم واضح. حملت كتاب الله، يقولون العلماء هذا كتاب الله أو الكتاب في القرآن يطلق على كل ما نزل على الأنبياء، وهم حملت الكتاب، يعني هم حملت كل ما نزل على الأنبياء عليهم السلام. هذا واحد. اثنين، شنو؟ اثنين، القرآن يعبر عن الصحيفة اللي تجمع أعمال الخلائق، شو يعبر عنها؟ كتاب، كتاب. لا تعوفوني، خل نتعلم، خل نتعلم، لا تعوفوني، محرم ركض علينا بسرعة، خل نتعلم، لا نضيع وقتنا. إخواني، ترى تعلم القرآن ضرورة. القرآن بموازين آل محمد. باعتبار هم حملته، تعلمه ترى ضرورة. تعلم القرآن مو أمر هامشي قاعد أقولكم به، مو نفل. أصلاً في بعض مراتب القرآن تعلم واجب عيني على كل مكلف، قاعد أقول كلام دقيق. لا تخوفنا، لا والله هاي الحقيقة. بعض مراتب القرآن تعلم واجب عيني من باب الوجوب المقدم كما يعبر عن العلماء أعلى الله برهانهم. حسنا تقول شلون واجب عيني على كل مكلف؟ أقول نعم على كل مكلف. قولي شلون؟ تعلم سورة الحمد، ها صلاتك مقبولة بلا سورة الحمد؟ فأنت واجب عليك شنو؟ تتعلم سورة الحمد. بس سورة الحمد؟ لو السورة الثانية اللي تقراها بعد سورة الحمد، ها؟ أقول بعض مراتب القرآن تعلمها واجب عيني على كل مكلف. التفتوا، صلاتك ما مقبولة من دون تعلم هاي السورة وذيك السورة. هذا من جانب. هسه والله ما اريد اتعب الاخوه، بس بعض مرات حكي يجيني منا ومنا، شنو اسوي؟ من جانب اخر، العقل هم يحكم بضروره تعلم القران الكريم من خلال 1 2 3. شنو 1 2 3؟ مثلا العقل يحكم بوجوب شكر المنعم لو ما يحكم، ها؟ العقل يحكم بوجوب شكر المنعم لو ما يحكم. الله لما نزل لنا القرآن حتى يخرجنا من اللوين، من الظلمات إلى النور، مقتضى ذلك أن نشكر هذا لو من شكره. شلون نشكره؟ نحافظ على القرآن. يعني مقتضى شكره شلون؟ نحافظ على القرآن، نتعلم القرآن، نصون القرآن، نعمل بالقرآن. القرآن من يقول أقيموا الصلاة كن نقيم، آتوا الزكاة نأتي الزكاة. القرآن من يقول لا تقربوا الفواحش كن من ادنى للمعصية. أصل القرآن الكريم مو يقول لا تعصون، يقول لا تدنون للمعصية، لا تقتربون للمعصية. شباب وياي لو عفتوني بهاي الخطبة اللي الإمام علي يبين بيها أحسن الناس وأسوأ الناس. يا أخي شلون خطبة عظيمة؟ مو أنا ليش ما أردعوفة؟ بعض الإخوة يقول لي قاعد تتأخر علي، أنا ليش ما أردعوفة؟ بيها حكي كلش خطير ومهم، بيها حكي كلش خطير ومهم، منو أحسن الناس منو أسوأ الناس بنهج البلاغة. واحدة من الأمور اللي يبينها علي بن أبي طالب بأسوأ الناس، يقول هذا اللي يهون المعصية عند الناس هذا أسوأ الناس. الإمام علي يقول، يعني يقول للناس يا بلاش شيلونها، ليش شيلونها من المعصية؟ تردون تعصوا نعصوا مثلا. هاي الخطبة الإمام علي شو يقول؟ يقول هذا اللي يهون المعصية بعيون الناس هذا أسوأ الناس.
القرآن الكريم يعبر المعصية لا تقتربوا لها، مو لا تقترفوها، لا تقتربوا لها المعصية، لا تدن إلها، لا تدن المقدماتها. من حام حول البئر يوشك أن يقع فيه، أصلا لا تحوم حول البئر حتى ما تطيح. دباوعوا لي يا أحبابي يا إخواني يا أعزائي، أقول شلون نشكر الله على القرآن، نحافظ على القرآن، نحفظ القرآن، نصون القرآن، نتعلم القرآن، نعلم القرآن، نهتدي بهدى القرآن، نطبق القرآن، نعمل بالقرآن. هذا العقل يحكم بوجوب شكر المنعم، ومقتضى الشكر هنا نسوي ذني. حكي واضح لو قاعد اتعبكم؟ العقل بعد هم يحكم بضرورة تعلم القرآن من خلال وجوب دفع الضرر، مو بس شكر المنعم، وإنما دفع شنو؟ دفع الضرر، دفع الضرر. وطبعا عدم تعلم القرآن الكريم ضرر مو محتمل، ضرر محرز ومعلوم. عدم تعلم القرآن والعمل به ضرر محتمل ومعلوم ومحرز، ضرره معلوم. إنسان بلا قرآن وأهل البيت يعني ضال. النبي يقول ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا، أما إذا تركتوهم تضلوا. فالضرر محتمل ومعلوم، معلوم دفع الضرر المعلوم. العقل يقول واجب دفع الضرر المعلوم، ودفع الضرر المعلوم هنا مو المحتمل، من خلال تعلم القرآن الكريم والعمل به. ولهذا أقول لكم تعلم القرآن مو أمر هامشي قاعد أسولف أضيع وقتكم ووقتي به، مو أمر هامشي. هاي صار جهة ثانية. جهة ثالثة، تعبتكم ما تعبتكم؟ جهة ثالثة، وجوب تعلم العلم والارتقاء به. أكو عاقل بالدنيا تجي تقول له أريد أرتقي، أريد أصل الكمالي، يقول لك لا تتعلم العاقل، لو يقول لك تعلم. تعلم شنو أعظم من العلوم الموجودة في القرآن الكريم على كل المستويات وفي كل الاتجاهات؟ الرحمن، الرحمن علم القرآن، علم القرآن. وإحنا كون نتعلم القرآن اللي الرحمن علمه. ولهذا تعالى شنو قال عن نبينا؟ يزكيهم ويعلمهم الكتابة، يعلمهم الكتابة، يعلمهم الكتابة، لأن الكتاب بكل شيء. فصار العقل يدعو الإنسان بضرورة تعلم القرآن من خلال جهات ثلاثة: وجوب شكر المنعم، وجوب دفع الضرر مو المحتمل المعلوم، بعد ها أحسنتم، هذا الأمر الثالث، أنه الإنسان يرتقي بالعلم. تعلم العلم هو اللي يرتقي به الإنسان، والعلم موجود في القرآن الكريم، فكون نتعلم القرآن حتى نحصل علم ونرتقي بالعلم ونصل إلى كمالنا المطلوب بالعلم القرآن. هاي جهات ثلاثة العلم، العقل يبين ضرورة تعلم القرآن من خلالها. أقول أرجع حتى الكلام يكون متصل، ما بي تقطعات وما بي حلقات مفقودة. أقول تفتولي، تعلم القرآن ضرورة، مو أمر هامشي، مو أمر ثانوي. إخواني حتى ما اطلع من ثقافة كربلاء، اسألكم بالله، الحسين من يقرأ قرآن على الرمح شو يريد يقول؟ ما ادري، اسأل. هسه تقول لي الرسائل كثيرة، منها هسه تقول لي الرسائل كثيرة، قراءة الحسين للقرآن على الرمح دي شنو؟ دي رسائل كثيرة. من هاي الرسائل؟ ان تهتمون بالقرآن وتتعلمون،
وما تفترقون عنه. هاي أجواءنا العاشورائية تفرض علينا هاي الحقائق. زين، الكتاب في ثقافة القرآن الكريم استعمل القرآن في أمر أول، وأهل البيت حملت كتاب الله في ذلك. شنو الأمر الأول؟ كل ما نزل على الأنبياء من كتب وتعاليم، آل البيت حملت كل ذلك. نقطة راس صدر. اثنين، الكتاب استعمل في القرآن للصحيفة اللي تجمع كل أعمال الإنسان. أكب بالكم آية لذلك يوم أكب بالكم آية لذلك. ما لهذا الكتاب، شوف شون أهل ثقافة، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا إلا أحصاها. يعبر عنه كتاب، هاي الصحيفة المكتوبة بيها أعمالي وأعمالك وأعمال الخلائق إلى يوم القيامة. القرآن شنو يسميها؟ كتاب. فالبعض يقول أهل البيت حملت الكتاب، يعني شنو؟ يعني هاي الصحائف مال أعمالنا كلها هم شنو حامليها. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد يشهدون على الأعمال؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون يرون الأعمال ما ظهر منها وما بطن ويشهدون عليها يوم القيامة. ولهذا تقرؤون في زيارة الجامعة الكبيرة شهداء دار الفناء وشفعاء دار البقاء. بالدنيا شهداء على الأعمال، وبالآخرة شفعاء، وعلى أساس شهادتهم في الدنيا ومعرفتهم بأعمال الخلائق يشفعون في الآخرة. حكي عدل يو لا؟ ولهذا تشوفون الإمام الهادي حتى التسلسل بين العبارتين دقيق بزيارة الجامعة. الإمام الهادي أول شيء قال شهداء دار الفناء، شفعاء دار البقاء، لأن شفاعتهم بدار البقاء مرتبطة بشهادتهم بدار الفناء. شوف الكلام. فإذا الاستعمال الثاني للكتاب شنو؟ ليش ما تجاوبني؟ أحسنتم، صحف الأعمال. أهل البيت هم حملت ذلك، شهداء عليها، يرونها والمؤمنون. القرآن الكريم يعبر. هذا هم استعمال شنو؟ ثاني. الاستعمال الثالث للكتاب في القرآن، حتى نعرف شنو معنى حملت كتاب الله. الاستعمال الثالث، كل ما في هذا الكون القرآن الكريم يعبر عنه في كتاب. كل نظام الكون، هذا الكون سهل صغير كبير، شو تشوفون انتم؟ هذا الكون ضيق واسع طريف. القرآن الكريم يعبر وإنا لموسعون، خلقنا كذا سماوات بأيد وإنا لموسعون. يعبر القرآن الكريم لموسعون، هم توسع بالكون هم ما متوقف الله تعالى. يعني انت منشوف الآن النظريات العلمية تقول يا به هاي هالأرض، هذا كوكب الأرض هذا بمجرة واحدة اسمها مجرة درب التبانة أو التبانة. هاي المجرة بيها مليارات الكواكب والنجوم، بعضها الواحد منها أكبر من الأرض مليارات المرات، يوتريليونات المرات. وهاي مجرة درب التبانة أو التبانة بيها مليارات أو تريليونات الكواكب، الأرض واحد منها، واحدة من هاي الكواكب أكبر من الأرض مليارات المرات. زين، هاي المجرة مجرة درب التبانة اللي بيها مليارات الكواكب، ضمن مليارات أو تريليونات المجرات، كل مجرة بيها مليارات الكواكب والنجوم، كل نجمة أكبر من الأرض بعضها ملايين المرات بعضها مليارات المرات. هتش كونش كبرى. هذا الكلام اللي قلته أنا الآن كلامي وكلام أهل الاختصاص قاعد يقولون، هم أهل الاختصاص قاعد يقولون، هم أهل الاختصاص قاعد يقولون. الطريف هاي كل هالمجرات يقولون هذا في الكون المرصود مو في الكون الموجود. يعني هم يفرقون بين كون مرصود وكون موجود بعدنا شنو ما واصلي له، ذاك ما ندري شنو به.
هم يسولفون في الكون المرصود مو الموجود غير المرصود. فإذا تضيف ذاك لهذا ايش يطلع الناتج عندك؟ هذا كله دباوعلي، هذا كله القرآن الكريم يعبر عنه: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا كله بكتاب. فأنت أعرف هذا الكتاب شنو بيه؟ قدرت أوصل فكرة يولا؟ أنت أعرف هذا الكتاب شنو بيه بعد؟ هذا الكتاب الدور شنو بيه هذا؟ حتى الرطب حتى اليابس القرآن الكريم يقول شنو؟ في كتاب، كل شيء موجود وكل شيء هذا كله في كتاب. آل البيت يعبر عنهم عن الهادي حملت كتاب الله. البعض يقول، بعض الشراح لزيارة الجامعة يقول حملت كتاب الله بالمعنى الأول، وحملت كتاب الله بالاستعمال الثاني، وحملت كتاب الله بالاستعمال الثالث. بس كتاب الله الأول تدويني، وكتاب الله الثالث تكويني، وما بينهما أعمال العباد، هم حملت كل ذلك. ها، ولهذا الإمام عليه السلام يعبر: استرعاكم أمر خلقه. بالبداية يقول ائتمنكم على سره، على سره، ائتمنكم على سره واسترعاكم أمر خلقه وقرن طاعتكم بطاعته. في زيارة الجامع: ائتمنكم على سره واسترعاكم أمر خلقه. ولو ما يأتمنكم على سره، ولو ما يعطيكم كل هاي العلوم، شلون يخلي العباد يمشون وراكم والعباد يكون تدلوهم على الطريق وتصيرون. أنا شفت رواية، عفوا الأحبة بعدهم وياي، شفت رواية، رواية الإمام عليه السلام ايش يقول؟ ما مضمونها طبعا. الإمام عليه السلام يقول: واحدكم يطلع بالفلات بالصحراء، هاي الصحراء، فيبحث عن دليل يدله على الطريق. حكى عدلي ولا سابقا؟ رب وغيرهم من يطلع بالصحراء يشوف له دليل وما يشوف له دليل، ينطي فلوس، يعطي فلوس، يقول له اطلع وياي عبرني من كذا مكان لكذا مكان، لان هاي اذا ما ندل بالصحراء ما ندل اماكن الماء الجادة، وايش تبقى منه يعني؟ ايش تلقى منه يعني؟ الامام يقول انتوا بهاي الارض، هسه انت ليش تروح بعيد؟ تتصور احنا الان بتطور العلم خلصنا من الدليل؟ لا ما خلصنا من الدليل، بس تغير شيء اخر، الدليل صار شيء اخر. قبل كان الدليل تاخذ وياك رجال، الان الدليل شنو؟ هاي شيء يسموه جي بي اس، الان يسموه جي بي اس، سمد هذا دليل. هذا تريد تمشي من منطقه لمنطقه، شغل هذا الجي بي اس، ما ايش يسموه، هو هم يدليك على الطريق. لو تريد تندل بيت واحد داخل مدينتك بالنجف، تقول له دش لي تحديد الموقع وانا على اساسه اجيك وتروح له. يعني من حي الحي انت تحتاج الى شنو؟ دليل، مو من بلد البلد ولا من مدينة المدينة، من حي الحي بالنجف تقول له دز لي تحديد موقع حتى اندل. الامام يقول له انتوا بالصحراء تحتاجون الى دليل، طرق السماوات اوسع من طرق الارض، شلون ما تحتاجون بيها الى دليل يدلكم على الطريق؟ الامام ايش يقول له؟ يا إمام بتاريخ الإسلام والمسلمين، قال أنا أعلم بطرق السماوات أكثر من طرق الأرض. يا إمام، ها، علي بن أبي طالب وغيره لما كان يقول سلوني قبل أن تفقدوني فإني أعلم بطرق السماوات، الإمام يقول له طرق الأرض أنتم تدبروها بلا دليل، طرق السماوات تدبروها بلا دليل؟ أدلة على مرضاته، الأدلة على مرضاته، تقرؤون في زيارة الجامعة الكبيرة، مرضات لله أنتوا تندلوها وين؟ وتدلون العباد عليها حتى يوصلوا لها. والدليل الله يخاطب نفس الحسين: راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك شنو؟
راضية مرضية. هاي النفس الراضية المرضية هي تدلنا على الطريق المرضي حتى رب العالمين يرضى عنا واحنا هم نرضى عنا. الأدلة على مرضاته، على مرضات الله. حكي كله منطقي، حكي كله مرتب، شغل القرآن وأهل البيت هالشكل هذا. الآن يجون يقولون الشباب من البعض أمرها عوف موضوع، يعني شو أطلب أمرها عوف موضوع. بس خو أنا أشوف الحضور هذا وهالشباب ذولا، خو ذولا أمانة برقبتي. كون نتباحث أنا وياهم بشي، مو استغفر الله جاي أحكي بروس الإخوة. ومنو أنا حتى أحكي بروس الإخوة؟ منو جنابي أنا؟ منو أنا شو؟ أبدا. جاي نتباحث أنا والإخوة والأحبة، نسولف أنا وياهم، ولهذا أنا أسألهم ويجاوبون، نسولف نتباحث. القرآن الكريم علمنا هاي الشغلة. أنا هم دوم أقول على المنبر، من أنزل من المنبر أنتم نصحوني. ذاك اليوم في مجلس قلت هاي الحكاية، جاني شاب نصحني بنصيحة، قلت جزاك الله ألف خير، شكرا لك. أنا ما منتبه. قال شيخنا من تدخل بالمجلس بس سلم علينا، مش يريدك علينا السلم. قلت له والله اعتذر، ما منتبه، أنا لعله متعب، لعله ما قاصد، بس إن شاء الله من الآن أدخل أسلم. فرحت وشكرته وقلت له جزاك الله ألف خير على هاي الحكاية. شنو بيها؟ دين نصيحة. أنا لعله ما ملتفت، أنت نبهني أخويا مؤمن، والمؤمن مرعاة المؤمن. شنو بيها؟ نبهني جزاك الله ألف خير وشكرا لك. جايين نتباحث أخو أخوته، لا أكثر ولا أقل. إيش كذا؟ القرآن هم علمنا وتواصوا بالحق، هو هذا، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إحنا قاعد نتواصل الآن بالحق والصبر أنا وأخوتي، نقطة على السطر. من حق المؤمن على المؤمن أن يحب له ما يحبه لنفسه، رسول الله يقول صلى الله عليه وآله أما الأطهار عليهم السلام. جايين نتواصل أنا وياكم، مو أكثر من ذلك، بالحق والصبر. أوصيك وتوصيني حتى نستمر على الجادة وعلى الصراط المستقيم، الصراط المستقيم المتمثل بالقرآن، محمد آل محمد. أقول شغل القرآن، شغل أهل البيت هذا هالشكل هذا، شغل كله عقلائي، محترم، موزون، مرتب، منظم، منظم. الزهراء تقول جعل طاعتنا نظاما للملة. نظاما شلون تعبير؟ أم النبوة والإمامة شلون تعبر؟ تقول جعل طاعتنا نظاما للملة. شغل منظم، قرآن وأهل البيت مرتب، ليس فيه ما يخالف العقل وضرورات العقل وغير ذلك، كل شيء بمكانه. تقول لك هذا الحكي اللي نسمعه الآن، الدين ضد الحياة، الدين ضد ما أعرف شنو، الدين يضيق على الشباب، الدين أنا ما أعرف وين. أتمنى مو بس يحجون شعارات هيك فضفاضة بهاي الطريقة، خلي ينطونا مصادق أنه الدين يضيق على الشباب. قلونا نطول هيك كلام بهالشكل الفضفاض هذا ما مقبول. قلونا كيف، قلونا شلون، أما هيك حكي كيف الدين يضيق على الحياة؟ شلون الدين يضيق على الشباب؟ شنو؟ يقول الدين ببعض الممنوعات. سؤال، اكو قانون بالكرة الارضية الان ما بيه ممنوعات؟ اكو دولة الان بالعالم ما بيها شو يعبرون عنه؟ لست شو يعبرون عنه؟ ما الممنوعات اكو دولة ما بيها؟ اكو دولة ما بيها؟ كل نظام بالعالم بممنوعات، مو بس الإسلام. يعني تشمعنا خال عينك على الإسلام. هاي بلدان الدنيا كلها، أهل الدنيا وغير أهل الدنيا، عندهم ممنوعات، هذا ممنوع ذاك ممنوع. كامن تدخل بلدهم وكون تحترم قانونهم وما تسوي هذا الشيء وما تسوي ذاك، ليش ما تقول يضيقون على حرياتنا وكذا؟ عجب بس الإسلام من يحرم شيء يضر بعقلك ويضر بصحتك ويضر بروحك ويضر بدنك، بتقول هذا يضيق، مش عجب. ليش؟ بعدين الإسلام من حرم جانب مضر، حلل كل جانب نافع يوم ما حلل. الإسلام سد عليك باب فتح لك 10، ليش ما تباوع للعشرة وتباوع للواحد؟ هو سؤال.
الإسلام حرم الزنا جلكم الله، أحل الزواج. وين المشكلة في ذلك؟ الإسلام قال لك هذا الشراب حرام يضر عقلك، بقية الشراب النافع كله شنو؟ حلل الإسلام. الإسلام قال لك هذا اللحم يضرك، بقية اللحوم حللها الإسلام. فأنت ليش تباوعني على جهة وتترك عشرة وتظل تهرج على الإسلام؟ أقول الطيني، أنت من تقول هيك الطيني مصداق، أنا لحد الآن ما أعرف مصداق. إذا عندك تفضل الطيني، تفضل الطيني. أنا بتاريخي كمسلم نبي جو أسرى تباوعني الآن؟ أكو حرب ناعمة على الدين، أنا قاعد أتكلم بما يرتبط بالدين، غير الدين مالي شغل بي، ما يهمني. أسولف عن الدين، أسولف عن القرآن، عن أهل البيت والحرب عليهم، ذولا اللي يهموني. وليطرح الإسلام الآن مثل حوزتنا الكريمة في النجف الأشرف وعمامتنا اللي همها الدين وخدمة الناس وإحياء أمر أهل البيت عليهم السلام، هذا مجالها. أنا أسولف عن ذولا أهل الدين الحقيقيين. التفت لي شوية أرجوك. أقول لا تحكي لي حكي عام، لا تجيب لي عناوين عامة، قل لي واحد اثنين ثلاثة خلنا نتناقش هالشكل هذا. الإسلام ما ضيق والإسلام ما أذى والإسلام. أنتوا الآن هاي دول العالم شلون تعامل الأسرى؟ تسويهم ورقة ضغط يوم تسويهم ورقة ضغط؟ أسألكم بالله ورقة ضغط، وتعاملهم بإهانة وتين كرامتهم وسان. أنا بتاريخي المثل سيد الخلق محمد، جاب الأسير بكل احترام قال له علمني المسلمين على القراءة والكتابة وتوكل على الله. نبيك تعامل يا الأسير، قال تعال علم ذولا، علمهم قراءة، علمهم كتابة، علمهم كذا، ما عدنا شي وياك، لا نضرب ولا نعذب ولا نؤذي ولا أبدا، ما عد ذولا بشر، تعتري تعتبرهم أخوتك بالبشرية، علمهم ونتركك. علمنا عشرة تصرف حضاري ومو حضاري. هذا التصرف الحضاري قبل كم سنة؟ 1400 سنة أكثر. احنا هذا تاريخنا وهاي حضارتنا. عندك انت الان هيك حضاره؟ لليوم انت ما واصل هاي الحضاره، لليوم انت ما واصل، ما واصل هيك حضاره انت لليوم. فانت تحكي عليها شنو؟ انا ما قاعد افهم. على تاريخي وعلى اسلامي وعلى شنو؟ على ثقافتي شنو؟ انا ما قاعد افهم. شو انا اسلامي لما يريد يفضل بين الناس يقول قل هل يستوي الذين يعلمون ولا يعلمون؟ انت عندك هيك مبدا حضاري؟ طيني تفضل. أنا إسلام هيك يحترم العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أنا حضارتي قبل 1400 سنة تقول الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. قبل 1400 سنة حضارتي هيك تقول. يوم أنت كنت متوحش، أنت إلى قبل 100 سنة كان عندك حروب عالمية راح بها عشرات الملايين. أنا قبل 1400 سنة أقول إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. أنا هيك أملك حضارة. أنا حضارتي قبل 1400 سنة كان النبي لما يدز جيش يقاتل يقولهم شجرة لا تقطعون، حيوان لا تأذون، كبير سن لا تأذون، امرأة لا تأذون، طفل لا تظلمون. هاي وصايا نبي بكل معاركه صلى الله عليه وآله. طفل مالكم شغل، مرأة مالكم شغل، شجرة مالكم شغل، حيوان مالكم شغل، ماي مالكم شغل، بيوت العالم مالكم شغل. اللي يدخل بيته يسد باب داره فهو آمن. نبي دخل مكة قالهم يا هو اللي يدخل بيته يسد بابه فهو آمن. أنا هيك أملك حضارة وهيك أملك تاريخ. أقول شبابنا مهم يسمعون هاي الثقافة، مهم يسمعون هذا التاريخ شبابنا، حتى من يشوفون اكو شغل على ديننا، على تشيعنا، على ائمتنا،
على الاقل اكو عندهم فكره بالجانب الاخر حتى يعرفون يوازنون الكلام ويشوفون هذا الكلام مو صحيح، ومو بسرعه كل شيء يقولوا لهم يصدقوه. انا دوم اقول على المنبر المؤمن كون يتأنى، لا يستعجل، يسأل، يناقش، يراجع، مو بسرعه مو ممكن يصير واعي مثقف. بعدين هنا اسمحوا لي هم اقول شيء اخر قبل لا ياخذني الوقت حتى اخلي حصه لي القاسم صلوات الله وسلامه عليه بالرثاء. هنا أنا ابقى شيء مخلي اقوله. حسب الظاهر ذول اللي يشنون حمله على الاسلام وعلى التشيع وعلى ال البيت عليهم السلام اربع فئات حسب الظاهر. ذول شنو؟ اقولكم هاي الفئات الاربعه حتى يكون اكو وعي عند شبابنا، وشبابنا واعين. بس اذكرهم هاي ياهو اللي السمع يحكي على الاسلام، على القران، على اهل البيت عليهم السلام، شوفوا من يا قسم من هاي الفئات الاربعه راح اقولكم بيها. مهم تسمعوهن يا مو مهم؟ مهم، حتى كل ما تسمعون كلام من واحد بهذا الاتجاه ضد اهل البيت، ضد النبي، ضد الاسلام، ضد القران، شوفوا من يا فئه من هاي الفئات الاربعه راح اقولكم بيها. طبعا ما اتصور اللي الحق احاول اقول كلهم. الفئه الاولى خلوا ببالكم يا شباب باعوني، الفئة قاعزولة بكل أدب وبكل احترام، ولم أسئ إلى أحد، ما أسأت إلى أحد، بس من حقنا أن ندافع عن ديننا ومو من حقنا، من حقنا ندافع عن هويتنا. نحن أتباع آل البيت، هويتنا حسينية، نقطة على السطر. شبابنا هويتهم حسينية، احنا فتحنا عيوننا على الحسين بالحقها، وباقين على الحسين ونموت على حب الحسين، وماكو بديل افضل من الحسين حتى نروح له ونعوف سيد الشهداء. خلاصة، اول فئة، فئة الجهلة اللي ما قارين تاريخ الاسلام بس يسمعون الحكي على الاسلام وهم يحفظون الحكي ويكونون ضمن الاجواء ويحكون على الاسلام. بس هو لما تقعد تقول له يابا انت فاهم هذا الحكي، انت قاري بالمقابل، انت احكام الاسلام مطلع عليها، السوال الاسلام، انت تاريخ الاسلام مطلع عليها، يقول لك لا والله. تقول له يابا كان ليش تحكي؟ يقول والله جماعه حكوا، هم حكوا، انا هم سمعت حكيهم قاعد اقوله، عجبني حكيهم، عجبني هم قاعد اقوله. يابا الطرف المقابل قريت له، شفته، سألت عنه، قريت تاريخه، شفت أحكامه، يقول لا والله ما أدري، أنا سمعت هم سولفت. هاي أول فئة. وأكثر اللي يتكلمون الآن على ديننا، على أمتنا، على قرآننا، هم هاي الفئة. جاهل، أحسنتم، جاهل. شو تسوي له؟ جاهل. ما أدري واضح الكلام يا ولد. جاهل بتاريخنا. يعني مثلا ذولا بعض اللي حكوا على نبينا صلى الله عليه واله، يا ابي ليش تحكون على نبينا؟ قالوا نبيكم يركض برا مرة بالصحراء مثلا، زوجته يعوف المعركة ويركض برا مرة بالصحراء حتى يبين له حبه. قلنا لهم يا ابي هذا مو في تاريخنا، انتم تكون تفرقون، انتم تكون تلقون نظرة على المسلمين، تعرفون منو اتباع اهل البيت، منو غير اتباع اهل البيت، تكون تقرون تاريخ ذولا، تاريخ غيرهم. أدري واضح يا ولا؟ هو هذا الشيء ما واضح عنده، ما واضح عنده، ما واضح عنده. أما لو يجي إن تراثنا، تاريخنا، كتبنا، أئمتنا، يلقى هاي السفاسف لو ما يلقاها، ما يلقاها، ما يلقاها، فراح يكون عنده هذا الكلام اللي يقال ضد النبي صلى الله عليه وآله مو صحيح. وغير ذلك مما نسب إلى سيد الخلق زورا وبهتانا وهو بريء منه، حاشاه طبعا صلى الله عليه وآله أن يفعل ذلك، وإنك لعلى خلق عظيم، حاشاه. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، النبي جاء فقير ما عجبه فعبس بوجهه فقير. بعدين القرآن يقول له أما من استغنى فأنت له تصدى، عنده فلوس تستقبله وتشبقه، بس الفقير من يجيك تدير وجهك عنه، هاي اخلاق النبي؟
هاي وإنك لعلى خلق عظيم، هذا اخفض جناحك للمؤمنين، هذا حريص عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف، مو بالأغنياء، بالمؤمنين رؤوف رحيم. هسه هذا المؤمن غني النبي بي رؤوف رحيم، هذا المؤمن فقير النبي شنو؟ رؤوف رحيم. هذا النبي صاحي النبي بي رؤوف، هذا المؤمن العفو، هذا المؤمن صاحي النبي بي غفور رحيم، هذا المؤمن مريض النبي هم بي كذلك صلى الله عليه وآله. بالمؤمنين رؤوف رحيم، دباوع لي لأن الآيات ما يتوال من أنعبس النبي صلى الله عليه وآله. ولهذا لما تجي الأتباع على البيت شوفون أئمتنا قالوا هاي الآية نزلت في رجل من بني أمية، هاي الآيات أئمتنا تجي قالوا نزلت في رجل من بني أمية. هسه منو هذا الرجل؟ مشخص في كتب التفسير، مشخص أنا على المنبر ما أقدر أقول. هذا اللي يتكلم علي أنا يدري بهاي التفاصيل؟ لو ما يدري يسمع الأبواق شنو تقول وهم يهوس وياهم. وكنا نخوض مع الخائضين، هاي الفئة الأولى، هاي الفئة الأولى. هذا يكون يجي يقرأ تاريخنا من خلال أهل البيت عليهم السلام ويشوف الفرق الموجود بين المنقول عن غيرنا والمنقول عنا وغير ذلك. جهل الفئة الأولى المستهدف الدين الحقيقي، فئة الجهلة أو الجهال أو الجهلاء. يا أخي ما أدري شو تريد تعبر، عبر شو تريد تعبر، عبر. احنا قلنا كم فئة؟ أربعة. هاي الفئة الأولى، هاي الفئة الأولى. أكو فئة ثانية ما أدري أقولها لو بعد نتهيأ للمصيبة، أتصور أقولها تجعدكم واهز حجي. أقولها الفئة الثانية، الفئة الثانية مولانا أخطر من الفئة الأولى، لأن الفئة الأولى من شوف هذا يصيح ضد الإسلام ويحكي عليه ويقول الإسلام مو زين، الإسلام يضيق على الحريات والإسلام ما أعرف شو يسوي. تقول له يا باش تقعد تعال تعال قد خلي سولف لك، أنت ما فاهمنا شنو، خل نعلمك فتعلمه. الفئة الثانية اللي تحكي علينا هذا اللي قرأ شوية من الإسلام وعاف هواية، فتصور نفسه هو شنو؟ عالم بالإسلام، وصار نيته هذا اللي شوية ما تعلمه وصار نيته يحكي علينا بكل مكان. هسه الأول تقول له أنت شنو؟ جاهل بالإسلام، تعال تعلم وسولف. أما هذا شو يعتبر نفسه؟ أوه هذا يعتبر نفسه فاهم الإسلام، لأن هو قارئ شوية من الإسلام بس مطلع على كل أحكام الإسلام وتفاصيلها. يوم ما مطلع، ما مطلع، حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، ويريد يحاكم الإسلام بهالشوية اللي لو فاهم عدل يوم ما فاهم عدل، وهو يصور نفسه أحاط بالمنظومة الدينية كلها ويريد ينظر لها جنابه. آه تعال نطلبه لو مو طلبه، هذا طلبه كبيرة مولانا. هسه تقول لي تقدر تجيب لنا مثال على هذا؟ اقدر اجيب مثال على هذا. مثل شنو؟ الان راح اجيب المثال بكره اسولف بيه. وليش اقول هاي الامور هم مهمه ابينها؟ اسلامكم شلون يامر بقطع اطراف الاصابع؟ هذا مو تخلف وحشيه؟ هاي عود هو تعلمهن يعني، او ديجا قرأ انه الاسلام بالنسبه للسارق شنو يسوي؟ فيجينا بهاي مثلا، هذا نقول له يابا اي لا شوف، هذا نقول له يابا وحده وحده على كيفك، هذا الحكم الى مقدمات، وهذا الحكم بشرائط، وهذا الحكم مو دائما يصير، والامام المعصوم هم عنده صلاحيات بتطبيق الحكم يولا، وش قد اكو حكي الله نوصل للنتيجه للتواصل هرأسين. زين انت هاي الهوسة كلها تدري بيها يو رأسا واصل للنتيجة؟ يقول لا والله انا هاي كلها ما مطلع عليها. نقول له ليش تحكي؟ ليش تحكي؟ هذا يصدق عليه قول الشاعر، حفظت شيئا وغابت عنك اشياء،
وطبعا هذا بعد عندنا كلام كثير ويا الأخوة ينشروا لي على الوقت يقولوا لي النعي يروح، أترك الكلام معه إلى الليلة الآتية. ما أدري هذا الكلام بهالطريقة تشوفوه مهم يوم مو مهم للحرب الناعمة على الدين اللي قاعد يصير الآن على أئمتنا على ما أعرف فقهنا عقيدتنا معارفنا. هيكون بين للشباب هذا الكلام حتى تصير الصورة واضحة عندهم. طبعا الفئة الثانية بعدني ما كملت الكلام وياها، بعد عندي كلام هواي وياهم، وأكو فئة ثالثة وأكو فئة رابعة، هاي نأجلها للليلة الآتية لو نعوف الموضوع هذا، نأجلها إن شاء الله ونكمل الكلام بيها لكم واهس يعني خيرا إن شاء الله تعالى. الليلة ليلة الشباب وحق الشباب على الشباب. أكو خطيب من خطباء البحرين الله يرحمه شيخ أحمد خلف العصفور، توفى عمره فوق 90 سنة. أنا سنين ألتقي بهذا الشيخ لما كنت من 2003 تقريبا إلى 2011-12 أنا كنت أقرأ في البحرين شهر رمضان ومحرم، أقرأ في البحرين سنين متواصلة. هذا الشيخ كنت كل سنة ألتقي به، هو شيخ الخطباء رحمة الله عليه، توفى عمره قرابة 100 سنة خدمة للحسين، يعني هاي 100 سنة طلع منها 80 خدمة للحسين، 80 سنة خدمة للحسين عليه السلام وارتقاء المنبر. هذا ليلة القاسم، هذا الشيخ أحمد خلف رحمة الله عليه وهو جليل عالم جليل، هذا ليلة القاسم يصعد فوق المنبر يقول للقاعدين، يقول لهم ايش عندكم جايين الليلة؟ اكو واحد منطيكم بطاقة جايين عليها؟ ايش يقولهم؟ والله انا سامع بإذني الحسن دازلكم بطاقة الليلة تحضرون، ايش عندكم جايين الليلة؟ فيبكي المجلس كله على القاسم عليه، يقول لهم الليلة عندنا عريس مو هالمعنى هذا. هسه عريس بأي معنى؟ بمعنى عقد مثلا صار كما ذكر سيد هاشم البحراني رحمة الله عليه بهالمعنى. أما هاي اللي خلوها خدمة الحسين ذن اللي خلوها هاي الحلويات وكذا، هاي إشارة بيها إلى شباب القاسم، الشاب لما يموت وبعد ما متزوج وكذا عادة ما يشغلوا لذن الشموع يوزعون ذن الكذا موتشي ولا الشكل هذا يعني. المهم ليلة ليلة الشباب الليلة ليلة القاسم عليه السلام. القاسم ليلة عاشوراء اجى الأمة مثل الزعلان، قالت له شبيك يا ابني اشوفك ما مرتاح؟ قالها أمه اليوم عمي الحسين فرق بيني وبين علي الأكبر. قالت له ابني حاشا للحسين أن يفعل ذلك، الحسين ما يسوي هيك، الحسين إمام معصوم، شلون تقول؟ قالها أقول لك فرق بيني وبين علي الأكبر وأنا متأذي اليوم الليلة. قالت له شلون؟ قالها الحسين راوى أصحابه وأهل بيته أماكنهم بالجنة بما فيهم الأكبر وأنا ما راواني مكاني بالجنة. قلت له ليش عم يا حسين؟ ما قبل يراويني مكاني بالجنة. قالت له ولدي خوفا عليك، بالعكس الحسين مهتم بيك أكثر، الحسين يعتبرك أمانة الحسن، ما يريد يقدمك للسيوف، أنت أمانة عنده، علي الأكبر يقدمه للسيوف ابنه، أما أنت أمانة، خوف عليك الحسين عليه السلام. قالها بس أنا متأذي. قالها أمه أنت تقبليها باتر علي الأكبر يطلع يستشهد وأنا أبقى بالخيام؟ أمه أنت تقبليها؟ أسمع عم الحسين يقول ألا هل من ناصر وأنا ما ألبي دعوة الحسين، أنا تقبليها اتها؟ قالت له ولدي يصير خير منا الباكر الله كريم. صار يوم عاشوراء وتقدم علي الأكبر للميدان واستشهد علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. القاسم ضاقت بوجهه الدنيا، اجى العم الحسين يطلب الإذن، رفض الحسين، قال له ولدي قاسم أنت أمانة وديعة أخي الحسن، أنا خاف عليك، أنت وديعة الحسن أخاف عليك. المهم رجع للخيمة وقد ضاقت الدنيا بوجهه، تذكر أنه أكو وصية من الحسن عليه السلام أنه ولدي قاسم إذا ضاقت بك الدنيا في يوم من الأيام، هذا كتاب فتحة راح تلقى به فرجك إن شاء الله تعالى. إجا الأمة قالت تذكرين هذا الكتاب؟ قالت لنعم. قال هنطيني، أنطت الكتاب، فتح الكتاب، وإذا في الكتاب مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به الحسن بن وحي إلى ولده القاسم
الليلة ليلة غريب وابن الغريب غريب وابن الغريب إلى ولده القاسم ولدي قاسم إذا رأيت عمك الحزين وحيدا فريدا يسوى الصيح وياي وحسيناه ولاه إذا رأيت عمك الحسين وحيدا فريدا فلا تقصر عن نصرته ولدي قاسم القاسم سد الكتاب وجا للحسين فرحان قال له وليدي اشوفك فرحان قبل شوية عدتني حزنان الان فرحان قال له اقرأ يا عم قرأ الحسين قال لا حول ولا قوة الا بالله وانا لله وانا اليه راجعون ابني روح شوف امك شو تقول قال له امي هي التي ارسلتني اليك تقول القاسم فدوى للحسين وارواح الكون فدوى للحسين رجع الأمة قالها اذن لي عمي الحسين عليه السلام قالت له خلي اطلع لك درع الحسن زغرت عليه ولبست درع والده وانطت سيف والده واجا العم الحسين عليه السلام فلما رأى الحسين ثيابه بكى الله يساعد قلبك يا ابا عبد الله شنو صار بي يوم عاشورا من طلع للحومة جاسم رملة قامت تندعي له شايلة جفوف المحنة وقامت تصبرها ليلة تقلها تو ابني فقدته وشفته مصيوب بدليلة وهاي عم تثني ان فقدت قومي خنواش العقيل ذني ابيات جداد اما الابيات المعروفة اللي يقراهن شيخ هادي الكربلائي لزمة رجاب اشكينا وعمت ابن حرة شمة هاتش يقرأ شيخ هادي لزمة رجاب اشكينا وعمت ابن حرة شمة ومن الخيم مذهولة طلعت تنادي امه يا ابني يا جاسم هالوقت حلك العمك ضمه اي والله ضمه اي ضمه شد الرمح وتشنه يا والده تدعي لي ماشي انا يا والده من غير ما تقلي لي ليش ماشي عمي وحيد بكربلاء المنى ضمه لحالي اصيج قال اوصيه تسمعين لفظ جوابي شبان لو شفتيهم بالله تذكر شبابي خرج الى القوم وهو يقول ان تنكروني فانا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالاسير يا اخي حاج يحرق القضبها حسين اسير هذا حسين كالأسير المرتهن قاتل قتال الأبطال وبينما هو يقاتل إذ انقطع شسع نعله أخذ يشده غير مبال بالقوم وبينما هو يشده إذ أقبل الأسد اللعين وضربه بالسيف على رأسه رحم الله من نادى وقاسما ايوا سيداه صح ادركني عم يا حسين بجا وناداه يا جاسم شبيدي يا بشبيدي شبيدي يا ريت السيف قبلك عز وريدي يا بهان انكم تخلوني وحيدي شال الحسين عليه السلام ورجلاه تخطان على الارض وجاب الى خيم النساء وكان علي الاكبر على اليمين خلاه بصف علي الاكبر وجلس بينهما الحسين رملة رخصت من ابو اليمة رملة رخصت من ابو اليمة جت الزينب قالت له سيدتي انا اريد ادخل على وليدي وارتبك عليه ما دام الحسين قاعد انا ما اقدر ابكي عليه اذا الحسين يطلع من الخيمة حتى اخذ راحتي يم وليدي
زدت زينب للحسين قالت له سيدي ابا عبد الله هاي رملة تريد تطب على وليدها من رخصتك. طلع الحسين رملة ترخصت من ابو اليمة ما تقدر تحاكي الولد يمه تريد تشبقه وتضمه وتشمه وتريد تقول له يا حبيب يا يمه. طبت علي رملة تقول له يوم على يوم سنين لنيت وكل يوم اقول انصار ابو البيت. الله اكبر الله اكبر. يا بصار ابو البيت ايش قد عندي امل وايش قد تمنيت وتانيت عرسك يمه تانيت. يا بتانيت تانيت 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 من دمك تحنيت. تفضل حبيبي تفضل شيخ.